بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلبة سنة ثالثة البشري، كملوا مع بعضنا محاضراتنا. بالنسبة لمحاضرة اليوم، هي مجموعة جديدة تختلف عن المجموعات السابقة، هي جرام نيجاتيف ولكن كوكو باسيلاي. إيش معنى كوكو باسيلاي؟ معناه الشكل بتاعها يكون كروي ويكون عصوي، يعني الشكل بتاعها يكون كروي وعصوي في نفس الوقت. يعني ما نقدرش نقول عليها باسيلاي، نقدرش عليها نقول كوكاي، جاي في النص، يسموه المجموعة هذه هي كوكو باسيلاي. أيضا تكون جرام نيجاتيف، يعني تأخذ صبغة جرام نيجاتيف. من هي هذه المجموعة؟ هي عبارة عن 3 أنواع من البكتيريا: هيموفيلاس وبروسيلا وبورتديلا. هذين 3 أنواع من هذه البكتيريا، حنتعرف على كل وحدة، كل أنواع فيها، وإيش الأمراض اللي تديرن، وإيش الباثوجينيسيس اللي يديرن عندنا في جسم الإنسان. في هذين كلن هنتعرفوا عليهن من الآن. نبدأ أول وحدة بالهيموفيلاس. هيموفيلاس من عند اسمها، هيمو معناها بلد، فيلاس معناها المحبة، يعني بلد، يعني البكتيريا اللي تعيش في بيئة فيها بلد. لما نزرعها نزرعها في مكان فيه بلد، مقصود به أنا إياها في أول فقرة يقول لك أنا إياها member of this genus requires certain growth factors present in plant hemophilic for their growth. يعني لما تبي تنمو يجب أن تكون في بيئة فيها blood، فلذلك سميت بالبكتيريا المحبة للدم. أوكي، عشان نعرفوا هذه التسمية. باقي إيش هن الأنواع أو السبيشيز اللي عندي في هذه العائلة؟ عندي هيموفيلاس انفلونزي. باهي، هي كلمة انفلونزا، هل هي تسبب انفلونزا؟ لا، ما تسبب انفلونزا. ليش سميت بهذا الاسم؟ تو نقولوها هيموفيلاس انفلونزي. هذه أول نوع. ليش يسبب لي؟ مننجايتس، بيجلوتايتس، اوتايتس ميديا ان تشولدرن، يعني دائما إصابتها وين؟ في الأطفال، خاصة تحت 5 سنوات. أول حاجة تدير لي التهاب السحايا، مننجايتس، بيجلوتايتس اللي هو الجزء العلوي من الفم اللي نقول عليه نحن الهاء، يدير التهاب الطبقة الفوقية هذه بتاعت اللي. أيضا الدير تايتس ميديا اللي هي عبارة عن التهاب في الأذن الوسطى، دائما التهاب الأذن الوسطى هذه هي مشكلة عند الأطفال الصغار تحت 5 سنوات، دائما ما ينتج عنها هذه البكتيريا. عندي هيموفيلاس ديوكري، هذه دي شانكرويد. شانكرويد هو عبارة عن ألسر في اللي هو الجينيتال تراكت، اللي هو الميل والفيميل. شانكرويد معناها ألسر. أيضا هيموفيلاس إيجيبتواس سبب لي أكيوت بيريولانت كونجنكتيفايتس، سبب لي هو التهاب صديدي في ملتحمة العين حاد. يعني هذه هي 3 أنواع من هذه البكتيريا ويسبب لي لنا هذه الأمراض. باهي، نجو على الهيموفيلاس انفلونزي. ليش سميناها هيموفيلاس انفلونزي؟ هل تسبب الانفلونزا؟ وانا قلت لك انا هي كوسز مننجايتس ابيكوليتايتس وتايتس ميديا، ما جبتلكش انفلونزا فيها بكين. ولكن وجد ان هذه البكتيريا دائما لما جي مجموعة الفيروسز اللي ديرن انفلونزي، اوكي، مجموعة الفيروس اللي ديرن انفلونزي دائما جي سكندري انفكشن بعدها، يعني جي دائما بعد الفيروسات لما ندير انفكشن جات مجموعة كبيرة عندي اللي هن سموا فيها باراميكسو فيروس، هناخذون هذين هي يدير اللي هن انفلونزا. انفلونزا ايش معناها؟ معناها شخص مريض، شخص تعبان، رجل في المستشفى، انفلونزا معناها حاجة خطيرة. اوكي، الكومن كولد اللي هو الرشح، هذه تدير البكتيريا، البكتيريا تدير في رشح. ولكن الانفلونزا نفس انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، يعني حاجة خطيرة. انفلونزا مصطلح يعني شيء خطير، مش نركزه ونفهمه في المصطلحات. اوكي، عرفنا الاسم تاعها هيموفيلاس، محبة للبلد، تنمو فيها يعني البيئة اللي تنمو فيها. انفلونزي يعني قبل تجي بعد إصابة مجموعة الفيروسات. جو هنا يا هيموفيلاس انفلونزي، نبدأ فيها. المورفولوجي بتاعها يا جرام نيجاتيف بيمورفيك، يعني متغيرة الأشكال ما بين كوكو وباسيلاي. هنا ياي لونج فليمنتوس فورم، يعني لها فليمنتوس يطلع منها. ماني سترينز ار كابسول، يعني فيها كابسوليت، معناها مننجايتس معناها كابسول. اوكي، ولما نقول كابسول معناها بولي ساكارايد، هذه الحاجات
أساسيات من غير ما أنا أقول لك والله أنت تقران خلاص لين إيه تبجات عندنا في المايكرو. الكالتشر كاركترستيك إيش عندنا؟ عندنا أول حاجة الفاكولتيتيف أنيروبس، مثلما باثوجينيك دائما أغلب الباثوجينيك فاكولتيتيف أنيروبس. ريكواير أنا إيش تحتاج؟ هيتد بلاد كونتينينج ميديا، يعني لما نزرعها في الميديا عشان الجروث على التشوكليت أجار. نزرعه فيها وين؟ على التشوكليت أجار. التشوكليت أجار هو عبارة عن بلاد أجار لكن الحرارة بتاعته فوق من 60 فالآر بي سي يدير رابط شعر. رابط شعر هذا إيش يدير؟ يدير ديستراكشن للآر بي سي، يظهر عليه اللون نفس لون القهوة بتاع الشوكولاتة فيقولوا عليه تشوكليت أجار. ويتش بروفايد غني بإيش؟ بالإكس فاكتور. هذا هي وين؟ بعد ما دار ديستراكشن للار بي سي طلع عندي الاكس فاكتور اللي هو الهيماتين، وايضا في الفي فاكتور اللي هو ان اي دي ذات ار اسينشال فور ذير جروث. هي الهيموفيلس تحب هذين اللي هن الاكس والفي فاكتور وين قاعدين في الار بي سي لما يصير ديستراكشن. عندنا علاقه بنوع من انواع البكتيريا خاضينها اللي هو اول نوع انواع بكتيريا الستاف اوريوس. هنا قال لك around Staphylococcus colonies the colonies of Haemophilus influenzae are much larger and denser since Staphylococci produce V factor this is called satellitism. ايش معنى الظاهرة هذه هي؟ لكم لما تجي تزرع البكتيريا بتاعت الستاف اوريوس يظهر الكولوني او النمو بتاع الستاف اوريوس. طب اوريوس تدير عملية اللي هي هيمولايسيس دي ديستراكشن للار بي سي، لما تدير ديستراكشن ار بي سي يطلع عندي الفي والاكس فاكتور. البكتيريا هذه تنمو يعني حوالين هذه الكولوني فتدير عملية تحبس ساتلايتيزم نفس الساتلايت اوريوس. اوكي هاني ياي شرح لك الكلام اللي قلت لك تو. هاني ياي هيموفيلس انفلونزا ساتلايتيزم، ساتلايتيزم يعني اوا بالسهمة يعني تلقى الكولوني امتداد الهيموفيلس انفلونزي بجانب الكولوني امتداد الستاف اوريوس الجان جانب هن. اوكي بتويل لارجر وايت هذا يوصف فيه لك. بعدين انا هيموفيلس سبيشيز ريكواير هيموجلوبين، الهيموجلوبين اللي هو مركب بتاع الار بي سي الاكس فاكتور والفي فاكتور. الاكس فاكتور اللي هو هيمين اللي هو هيت ستيبل سبستانس، انا يا والفي فاكتور اللي هو ان اي دي هيت لايبل كوانزايم 1 اللي هو اختصار ليش ال ان اي دي اللي هو نايكو تيناميد ادينين داينيكلوتايد فاوند ان بلاد اور سيكريتد باي سيرتن اورجانيزم. هذا هي طبعا اللي هو الفي فاكتور. الفي والاكس هذين موجودين في الهيموجلوبين، لما يصير له ديستراكشن يطلعن فتنمو هذه البكتيريا. يا حاجه يعني سهله جدا. يعني هي ايضا شرح اخرى عمليه ساتاليتيزم. انا نشوفه على اليمين الستاف اوريوس الخط ضيق الخط العريض هذا اللي هو جروث بتاع الستاف اوريوس. اللي بجنبه انا هي الخط الاسود هذا هي اللي على اليسار هيموفيلاس انفلونزا، يعني تنمو الهيموفيلاس انفلونزا بجانب اللي هو نمو بتاع الستاف اوريوس. ليش؟ لانها تبحث عن الفي والاكس فاكتور، هي محبه للبلد تحب دائما للبلد. اوكي نجي هنا هي للسيرولوجي كاركترستيك هي كابتول سترينز. يعني عرفنا كلمة سترين أم أنماط شرحناها كم مرة فهمنا ما معنى أنماط. كم نمط عندي؟ ست أنواع من A to F A B C D E F هذين كلهم أنواع بتاعت الهيموفيلاس انفلونزا ديبندك اون على ايش؟ اعتمادا على كابسولار بوليساكارايد يعني التركيب بتاع الكابسول اللي يحدد لي اللي هو ما هذه السترينز او تركيبه هذه السترينز او السترينز اللي جن عندي. يعني هيموفيلس انفلونزي تايب بي انا موست باثوجينيك، يعني اخطر واحد فيهم اللي هو هيموفيلس انفلونزي تايب بي. الكابسولار بتاعه او تركيبه البروتين في الكابسولار بتاعه اللي تكون اعطتني اللي هو الفيريلنس فاكتورز، يعني الخطوره كلها في هذه البكتيريا في الكابسول، القوه كلها في الكابسول. البايو كيميكال رياكشن عندي كاتاليز اوكسيدايز بوزيتيف فيرمنت جلوكوز اند جالاكتوز دونت فيرمنت سكروز لاكتوز مانيتول ريديوس نايترايت فروم نيتريت. يعني هي من الخواص الكيميائيه اللي نتعرف بين على هذه البكتيريا، يعني كاتاليز اوكسيدايز يعني كلنا عرفناه ان كبايو كيميكال رياكشن نميز بين هذه البكتيريا.
انا الفيرولانس فاكتور دائما البكتيريا اللي تسبب لي في المننجايتس دائما شبيهه في التركيب ببعضها، بغض النظر لانها جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، هذين هي حاجات نعرفوه في البدايه، ولكن دائما تعتمد على كابسولار بوليساكارايد. هذه اول حاجه دير لي ريزيست فاجوسايتوزيس ضد الالتهام. بيري فامبيريا هذه تدير دير عمليه اتاتشمنت يلتصق بالابيثيريال سيلز، دير عمليه التصاق. ليش؟ لان تجي في الاورو دائما جهات السي ان اس او اصابات بعد مننجايتس، اول ما البكتيريا تدخل في عمليه اللي هي الماوث والنوز والمنطقه هذه كلها تدخل معها، والمنطقه هذه فيها فلوتشنج، فيها سوائل، فيها سوائل اذن هي كمناعه اشتغل يضر دن هذه اللي هن البكتيريا عن طريق العطس، عن طريق الميوكس، عن طريق الاشياء هذين كلها يطعن يطلع عن هذه البكتيريا، فتصير تشبث كبير يعني تمسك في مكان فيها. اي جي اي بروتيز، ايش معنى اي جي اي بروتيز؟ هو عباره عن انزيم يدير عمليه تكسير او تحطيم للانتي بادي اللي هو اي جي اي. ليش الاي جي اي؟ لانه يوجد في السكريشن في المكانات اللي فيهن لان سوائل. اوتر ممبرين بروتين اللي كونتريبيوت ان ادهيجن يعني التصاق انفيجن اوف هوست تيشو. اوتر ممبرين بروتين هذا هي عباره عن بروتين تعتمد عليه كثيرا بكتيريا في عمليه الالتصاق وعمليه اللي هي تدخل او تغزو اللي هي الجسم الانسان، يبدا في دخول الى تيشو والانسجه هذه البكتيريا. باهي عندنا هنا هي لابراتوري دايجنوزيس، كيف نجي ونشخص هذه البكتيريا؟ عندنا السبيسمن اول حاجه ناخذ فيها دائما ان العينات، عندنا باص، عندنا سبيوتا، وعندنا سي اس اف. اوكي الباص هذه هي من الاصابات متاعت اللي هن الاوتايتس ميديا، هو التهاب في الاذن الوسطى، دائما ما يكون في باص ناخذ عينات هي صديديه. سبيوتم هي اصابات متاعت البصاق لان دائما في الرئتين ناخذ من العينه. سي اس اف اللي هو من السيربروسباينال فلويد، من اللي هو الاصابات من انجايتس. اوكي ندير كالتشر، ناخذ السمير كالتشر طبعا نزرعها قبل، ناخذ العينه نزرعها، بعد ما نزرعها يطلع عندي كولوني، كولوني هذا ناخذه وندير عمليه ستيننج، هيطلع اللي هو جرام كوباسيلاي. ايضا مون بريزنت لارج نمبر سبيسمن، يعني نقدر ندير دايركتلي ديتكت باي كويلانج رياكشن. كويلانج رياكشن هذا يكشف اللي هو الكابسول من فلوريسنس اور بي سي ار بوليمريزيشن رياكشن، هذين هي اختبارات طبعا نفس ما قلنا غاليات من الفلورسنت والبي سي ار، يبان دولي يبان داعم يبان مش هتلقاهن. اوكي دايركت ديتكشن هني يعني على طول بوليساكارايد ان سي سيف بايلاتكس اجلوتينيشن في ميديكال كيت، هو الكيت هذه ضيعي هو نفس اختبار الحمل حط فيه بوزيتيف نيجاتيف بشكل رضيع، ولكن غير دقيق في النتائج بتاعته، غير دقيق في النتائج، رخيص ومتوفر ولكن غير دقيق في النتائج. كالتشر اون شوكليت اللي هو اجار على درجة 37 5% ثاني اكسيد الكربون. كولونز ايدنتيفايد باي اللي هو مورفولوجي ان ابيلتي تو جرو ان ابسنس، يعني مستحيل تنمو في عدم وجود يو اكس والفي جروث فاكتورز، ضروري للفي والاكس فاكتور قاعدات كان دن ونمن، معناها اللي هو الاكس والفي فاكتور موجودات، معناها هذه مو في الانفلونزا. التريتمنت انا ياي كيفو تاكسيم، أنا يعني عندي اللي هو أنتي بيوتيك نعول عليه كثيرا يعطى في الاي في، ايضا ستفرياكسون اللي هو نعطو فيه اللي هو دراج اوف تشويس في حالات المننجايتس. اوكي هذين ياي لان نوعين من المضاد الحيوي. باه نجو هنا ياي للبريفنشن، البريفنشن بتاعي يعني كيف ندير وقايه وحمايه عن طريق اللي هو التطعيمات دائما، والحل الانسب والامن لنتجنب اصابه هذه البكتيريا. هيموفيليانس بي كونجيجيت اللي هو فاكسين يعطوا فيه في شهرين 4 شهور 6 شهور و 12 الى 15 شهر ايضا لجرعه منشطه. مش نعرفوا التطعيمات عندنا في ليبيا هنا يعني دائما يبدا يجي مولود يعطوه يعني في جرعه يعطوا فيها في اول اسبوع، بعدين يبدا التطعيمات اغلبها شهرين 4 شهور 6 شهور
بعدين مثلا 9 شهور، بعدين مثلا سنة ونص، سنة بالشكل هذا. المسافة اللي بين مثلا شهرين 4 شهور، المسافة اللي بين ليش؟ عشان الفاكسين اللي يعطوه لك يحفز اللي هو الانتي بوديز اللي عندك وجهاز المناعي والميموري سيلز عشان تجد عندك مناعة متكونة. دائما في مسافة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، دائما الجرعة الأولى ما تنفعش من غير الجرعة الثانية، دائما مكملة لها ومهمة جدا. هذا فاكسين هاز ريديوسد انسيدنس، يعني يقول لك يعني فاكسين نزل نسبة الإصابة بالمنجايتس بس أورجانيزم 90% في الاميونايزد تشيلدرن، يعني الأطفال المحصنين من بين 90 واحد، يعني من بين 100 واحد عندك 90 واحد محصن لو جت البكتيريا هذه متحدية لشيء. الفاكسين هذا يعطوا فيه مع من؟ كومبينيشن مع من؟ مع الدفتيريا، مع بيرتاسس اللي يعني حناخذوها اليوم، والتيتانوس. اوكي، يعني الثلاثه ذني يحطوا معاه في تطعيم، يعني اربعه في تطعيمه واحده تاخذها ضد 4 انواع من البكتيريا تسبب لي عده امراض. خذينا الدفتيريا وعرفنا ايش تسبب، بيرتاسس حناخذوها اليوم، التيتانوس خذيناه المحاضره اللي فاتت، وهذه ميوكوفلاس انفلونزا خذيناها ايش تديري. منجايتس يعني مثلا الام دي ممكن يركم مع ولادها الصغير مصاب وقعدت معاه وتبي مرافقة له أو ترضع فيه، ما تقدرش تسيبه، العين متعود على أمه. أنا إيش ندير نعطيه ريف أمبسين ومضاد حيوي، ندير لها عملية اللي هي وقاية من أن البكتيريا هذه هي تجيها وتسبب لها مرض. يعني ريف أمبسين أنا نعطيه فيه كوقاية، ولكن التريتمنت اللي هو نعطيه في الكيفوتاكسيم ونعطي فيه اللي هو سيفترياكسون، هذين النوعين أي في نعطيه فيهن العلاج. هذا بالنسبة لهيموفيلس انفلونزا وما لها وما عليها. هيموفيلس انفلونزا دوكيري طبعا جرام نيجاتيف كوباسيلاي. This organism causes chancroid or soft sore. يعني كلمة chancroid or soft sore معناها ألصة في الجينيتال تراكت. ركزوا عليها. شانكرويد معناها ألسر في الجينيتال تراكت سواء عند الميل أو الفيميل. أوكي، يعني قرح كبيرة جدا ومشكلة كبيرة. سيكشوال ترانسميت ديزيز يعني تنتقل سيكشوالي من ميل لفيميل. أوكي، ألسر أون جينيتال أو اكسترنال جينيتال يعني تظهر على الاكسترنال، يعني تشوفها بالعين تكشف ميل أو فيميل، تلقى هذه القرح والألسر على اللي هو جهاز تناسلي بتاع draining، يعني تفرز لنف نود تكون تندر وتكون انلارجت، يعني الشكل بتاعها يكون عريض وكبير جدا وفيها لنف نود. اوكي، هذا بالنسبه هيموفيلاس ديوكري. هيموفيلاس ايجيبتواس هاني ياي جرام نيجاتيف كوكوباسيلاي، هو الاورجانيزم هاني ياي الايجيبتواس شبيه جدا بالهيموفيلاس انفلونزي، ويسبب لي اللي هو اكيوت بيريلانت كونجنكتيفايتس. اوكي، وفي سيرتن سترينز، سيرتن سترينز هذين هي بعض السترين ظهرن وين؟ ظهرن في دولة البرازيل. النساء الحوامل اللي غادي تم يجوا في عيال، العيال هذوم هي او الاطفال هذوم هي يصير لهم في فيفر مع بيوربرا. اوكي، بيوربرا اللي هو تلطع او علامات على الجلد حمراء، فسموا وكانت يعني قتلت نسبة كبيرة من هذه الأطفال. لما جو شافوا لقوا سترين طلع في البرازيل بس اللي هو هيموفيلاس ايجيبتواس، فسموا المرض هذا نسبة إلى هذا الاسترين سموه برازيليان بيوربراك فيفر. هذا هي نمط أو نوع في البرازيل سبب هيموفيلاس ايجيبتواس. هذا بالنسبة لمجموعة الهيموفيلاس بالكامل، 3 أنواع اللي عندي عرفناها، وأخطر نوع فيها اللي هو هيموفيلاس انفلونزي، أكثر نوع فيها وأخطر نوع فيها. نجو هنا ياهي للبكتيريا أخرى اسمها بروسيلا. بروسيلا هذه ياهي هو عبارة عن منبر تكون باثوجينيك للأنيمال. أوكي، وتنتقل من الأنيمال إلى الإنسان، يعني هذا زونوتيك ديزيز، يعني زونويسز تجي للحيوانات وتنتقل للإنسان. إيش تسبب لي؟ ركزوا مع بعضنا، تسبب لي اللي هن بروتيلويسز، يعني ديزيز لخمس أسماء أو 4 أسماء. ناخذهم مع بعضنا. بروتيلويسز أول نوع، أنديولانت ثاني، مالتا ثالث،
ميديتيرنيان اللي هو الرابع، اربع اسماء لنفس النوعين. يجيك سؤال يقول لك البروسيلا ايش تسبب لي للانسان؟ بروسيلويسيس، انديولانس، مالطا او ميديتيرنيان، حمى اللي هو البحر المتوسط، او الحمى المالطيه، او الحمى المتقطعه. انديولانس متقطعه، مالطا اللي هو بالنسبه لدوله مالطا ظهورها غادي في فتره ظهر فيها المرض، او ميديتيرنيان فيفر اللي هي حمى البحر المتوسط، يعني اكثر هذه البكتيريا متواجده حول حوض البحر المتوسط واصابتها في اللي هن عند الحيوانات، يعني مش حتى حوض البحر المتوسط، حتى في السعوديه في دائما في الاماكن اللي فيها الحيوانات الرعويه، نفس البقر، نفس الغنم، نفس المعيز، نفس الحاجات هذين، يعني تكون فين بشكل كبير جدا. اوكي، مين سبيشيز اللي هو بتاع البروسيلا، لان انواع البكتيريا في البروسيلا، اول واحده بروسيلا ميليتنسس تسبب لي انفكشن في الجوت والشيب، هذه اكثر شيوعا يعني في الماعز وفي الاغنام، موجوده واجد عندنا حتى هنا في ليبيا بشكل كبير جدا. بورتياس اللي هي ابورشن في الكاتل، حتى هي عندنا بشكل كبير في الابقار. بورتس سويس اللي هو في البيكس، هذين يعني طبعا احنا ما عندناش لان الخنازير ما ربوش فيه. انا بروسيلا في الكانس، هذه هي انفكشن في الدوكس، يعني ممكن تصير اصابه ننتقلنا عن طريق الدوكس، ولكن اظن الناس اللي ربوا في الكلاب والحاجات هذين، لكن عندنا نحن اكثر اصابه ان اول نوعين ميليتنسس والابورتياس. ليش؟ لان نسبه لان ربوا في هذه الحيوانات، البكتيريا تجي للحيوانات تصيبها وتنتقل لنا نحن عن طريق طرق نعرفوها توا. عندي المورفولوجي انا جرام نيجاتيف شورت اوكوباسيلاي نان موتايل نان سبورينج نان كابسوليتد. اوكي، الكالتشر بتاعي وبايو كيميكال كاركترز ايروبس، يعني هي هي صح باثوجينيك ولكنها ايروبس يعني هوائيه. اوبتيمال تمبريتشر اللي هو 35 37، ريكواير انريتشد ميديا فور جروث، يعني انريتشد ميديا يعني طبق مغذي في حاجات خاصه مش تغذي هذه بكتيريا. البروسيلا اجار، برين هارت انفيوجن، تريبتي كيس صويا اجار، او تشوكليت اجار، هذين كلهم انواع من الميديا في مواد غذائيه مخصصه لهذه البكتيريا. اوكي، انا اول ار اوكتيديز كاتاليز يورياز بوزيتيف، يعني كل الانواع يكون نفس البروسيلا ابورتيوس والصويس بروديوس اتش 2 اس. اوكي، هذه بالنسبه للبايوكيميكال رياكشن. انتيجينيك ستراكشر، عندي تو لايبو بولي ساكارايد انتيجين A و M present in different proportion in the four species، يعني الأربع أنواع يملكان نوعين من لايبو بولي ساكارايد A و M. اوكي، وتملك أيضا لايبو بولي ساكارايد اللي هو endotoxic activity، دائما طبقات اللايبو بولي ساكارايد نفس ما نحن عارفين تكون طبقة اللي هي ديرلي endotoxin، لما يصير لها lysis تتحلل بكتيريا، اي بكتيريا جرام نيجاتيف لما تتحلل يصير عمليه لايسس تفرز اندو دوك. جو هاني هي للباثوجينيسيس، دائما ركز بين الباثوجينيسيس والكلينيكال فيتشر او كلينيكال حاجات اللي هي ظاهره على المريض تظهر عليه، والباثوجينيسيس كيف العدوى تنتقل وكيف تمشي مده الحضانه. هذا الاورجانيزم فاوند ان يوترين discharge، يعني موجود في اللي هو منطقة اللي هي نحل، اللي هو تحل نحلب فيها، يعني لما نحلب اللي هو الماعز ولما نحلب اللي هو الأبار منطقة الإخراج بتاعته، هذه كلها موجودة في هذه البكتيريا. and the milk of infected animal، لما تحلب البقر والله المعيز مع الحليب البكتيريا تجي، يعني تجينا عن طريق الحليب. من infected ايضا عن طريق consumption of infected cow or goat milk، يعني في ناس يشربوا حليب المعيز من غير لا يسخنوه ولا شيء، ودي ما عندنا هذه، هي نحن بطبيعتنا واخذينها حاجه عاديه، يحلب من العنز ولا بقره ويمشي يشرب منها على طول، or milk product، يعني جبنه يدير منها، يدير منها اي شيء من الحاجات هذين كلها وفيها البكتيريا فتسبب لي هذه المشاكل. من هم الناس العرضة؟ اللي هم معروفة، اللي هم الفارمر المزارع والبوتشرز الجزار والبورتر، اللي هم الناس متاعين العتالين، وناس أيضا اللي محتكين بالحيوانات، يعني أي واحد له علاقة
بالاحتكاك بالحيوانات. اوكي coming in contact with sick or dead animal يعني discharge يعني افرازات متاعت حيوان حي او ميت، ممكن يشيل حيوان ميت افرازات متاعت جانا عليه ايديه وتنتقل وتدخل هذا الجسم. الاورجانيزم كيف يدخل؟ عن طريق ابريجن. ابريجن هو خطوش او فتحات في السكن، لان السكن من الاشياء اللي يديرهم في اميونيتي حمايه، مش اورجانيزم او بكتيريا يقدر يخش الا عن طريق فتحه يعني جرح بسيط او خطوش تخش معاها البكتيريا. عن طريق جي اي تي اللي هو عن طريق تناول، اللي هو الحليب، تشرب حليب، تاكل لحم طيب كويس، هذين كلن عرض. انهيليشن اللي هو عن طريق اللي هو لما تجي تحتك بهذه الحيوانات، وعن طريق الداست تديره غبار في الزربيه في الحاجات تنظف تبن تشيل حاجه يدير غبار تدخل هذه البكتيريا. انكوبيشن بيريود عندي من اسبوع الى 6 اسابيع. شوفوا الانكوبيشن بيريود بتاعها من اسبوع الى 6 اسابيع، تاخذ فتره طويله جدا يعني من اسبوع الى شهر ونص. انا ياهي ايش الاعراض اللي عندي؟ فيفر، تشيلز، ويكنس، ليثارجي، ماسل جوينت بين، هيدك، يعني دائما اصابات بتاعت اللي هن اللي حمى، دائما تكون فيهن صداع، دائما في آلام في المفاصل وتعب. اوكي دائما في اللي هو درجة حرارة ترتفع وتنخفض، هذه كل الإصابات بتاعت فيفا. أنا الرسمة اللي هي تشوف فيها الحليب، الجبنة، الأبقار، آيس كريم، الحاجات هذه هي المشتقات بتاعت كل ممكن يكون مشكلة وعرضة للمرض. الباثوجينيسيزم بتاعي ديزيز كاركترايزد باي، باش يتميز اكيوت بكتيريميا فيس يعني ديري بكتيريميا، يعني بكتيريا تدخل وتبدا وتجي في البلط بتاعي وتديري عمليه بكتيريميا. هذه اول حاجه تديرها تنتشر، وقال لك بكتيريميا اللي تديرها ايش؟ اكيوت يعني حاده جدا. اوكي فولود باي كرونيك ستيج. كرونيك ستيج هذا هي يعني طور يعني مزمن، يقعد فترة طويلة جدا. ليش سموا فيها اللي هي انديورانت اللي هي متقطعة؟ اوكي يعني حاجة تجيك تقعد معاك فترة وبعدها تنقذها، وبعدها تطلع أخرى تقعد فترة وتنقذها، يعني المرض هذا مزمن، المشكلة اللي فيه إنه مزمن جدا. هني اكستند يعني اوفر ماني ايرز، يعني ممكن يقعد شخص مريض من هذا البكتيريا او هذا المرض اللي سبب البكتيريا يقعد فيه سنوات ويعاني فيه، هذه هي المشكله الكبيره اللي فيه. الاورجانيزم هنا هي ليش يقعد في سنوات؟ لانه لوكالايز يجي بيتمركز وين؟ في الريتيكوليو اندوثيريال سيستم، اللي هن ايش؟ الليمف نود والليفر والسبلين والبون مارو. الاماكن هذه هي لو قعد فيه الاورجانيزم ويعني دار عمليه حايد اللي هي اختفى جواها وانطمر جواها، مش بالسهل ان الادويه ولا الجهاز المناعي يقدر يقاوم هذه البكتيريا. اوكي لان لها قدره سيرفايف انترا سيلولار انفاجوسيتيك سيل، يعني الفاجوسيتيك سيل اللي هي الجهاز المناعي المبني عليها اللي هي خلايا البالعه، تجي هذه البكتيريا وتعيش داخل هذه الخلايا. اوكي هني هي في نوع من المناعه اسمه سيل ميدييتد ريسبونس، استجابه مناعيه اسمها سيل ميدييتد، في هيومرال ميدييتد وفي سيل ميدييتد. سيل ميدييتد هذه هي عباره عن تو ناخذوها في كورس المناعه تفهموها، المناعه هذه دائما تكون استجابه لاي حاجه انترا سيلولار داخل الخليه، لما تجي انفكشن داخل الخليه تفرز اللي هي نوع من انواع المناعه اسمه سيل ميدييتد ريسبونس. اوكي results هنا ايش يصير؟ هنا عندي granuloma والابسس formation في different organs، هذه المرحلة اللي هي الأخيرة يعني من المرض، لما البكتيريا تبدأ تتوغل تجد حشوية وتدخل تدير لي هو granuloma والابسس خذيتوني والخراج والحاجات هذين هي في الباثولوجي، هذه هي تدير لي هذه البكتيريا. هنا هي تبدأ عملية اللي هي systemic manifestations including fever، تبدأ هي عبارة عن حمى. الحمى هذه هي تكون intermittent اللي هي بوتس فيفر، يعني حمى متقطعة، تجي حمى للشخص بعد تنقطع وتجي حمى أخرى بعد تنقطع من 3 لـ4 أسابيع، وتتغير alternating مع afebrile period of similar duration. يعني إيش معناه؟ معناه أن يجيك حمى
تقعد أسبوع أسبوعين حمى عالقة معاك، وبعدها تنقطع 3 أسابيع حمى هذه ما فيش، خلاص تنقطع عليك تمام، وبعدها يرد الديزيز من جديد وبشكل طبيعي. إيش ما الديزيز طبيعي؟ رانز برولانجد كورس، يعني ما كورس كبير من إيش؟ ويكنس والمليز فيو سويتنج والهيدك والجوينت ماسل بين لارج ليمف نود ليفر سبلين ار فريكونتلي فاونين. اعراض من كلن يظهر لك وانت امتى؟ اذا كان في حمى او ما فيش حمى، يعني لما تجيك حمى 3 4 اسابيع مع الحاجات هذين تنقطع عليك الحمى، اذا اعراض ذين قعدات تعب وافراز العرق واللي هو الالام في المفاصل والليمف نود يصيرين انلارجمنت، يعني مرض متعب جدا. الكومبليكيتد بتاعي يعني كومبليكيشن ايش يصير في النهايه الاعراض ذين كذا، اوستيومايلايتس يعني التهابات حاده في العظام بتاعتنا، منينجايتس وكوليسيستايتس. كوليسيستايتس اللي هي التهابات في المراره، التهاب المراره. المينينجايتس اللي هو التهاب الصحيه. انا عندي البروسيلا ميليتنسز انفكشن بتاعها يكون مور اكيوت اند سيفير، يعني خطيره جدا. ميليتنسز تكون اكيوت حاده جدا وتكون سيفير. سويس اللي هي إصابة بتاعت الخنازير أو مكتسبة من الخنازير تكون مور كرونيك، يعني تكون مزمنة جدا، فترتها تكون طويلة جدا. نجو هنا يا لابراتوري دايجنوسيس، سبيسمين كولكشن، بلاد بون مارو، ليمف نود بايوبسي فور كالتشر اند سيرام سيرولوجي. ناخذ هنا ياي طبعا فيفر عينة بتاعتي، ناخذ البلاد، ايضا بون مارو عينة من النخاع، ليمف نود بايوبسي، بايوبسي اللي هي خازعة نسموها فيها، اللي هي حاجة كيف الإبرة تدخل جوا المناطق الحشوية تاخذ منها قطعة نسيج أو تاخذ منها سائل أو أي مكان عشان نديره كالتشر. أنا في أماكن ما نقدروش نوصلولن، ما يقدرش الإنسان ياخذ منها العينة من تلقاء نفسه، لذلك ناخذ منها إن إحنا عينة بايوبسي. هذا إياي في الهيستوباثولوجي تاخذوه أكيد، يعني من الحاجات المهمة عندنا. سيرم سيرولوجي اللي هو ناخذ عينة الدم عشان ندير اختبارات الانتي باديز. عندنا اول حاجة بلاد كالتشر، لما نقول فيفر في مشكلة وبكتيريميا يعني بندير نزرع اللي هو البلاد، ناخذ عينة من البلاد ونزرعها. isolation organism from blood by repeated blood culture، ركزوا هنا مش بلاد اجار، بلاد كالتشر يعني نزرع الدم. incubate من 35 37 10 سي او 2 سب كالتشر، يعني لما يظهر جروث ندير سب كالتشر على البروسيلا اجار. اوكي تو نشوفوا اللي هو الشكل البلاد كالتشر. البلاد كالتشر شود نوت بي ديسكاردد، يعني هذه ملاحظه مهمه، ما نعزقش يعني ما نعزقش العينه لزراعتها از نيجاتيف، يعني نقول انها نيجاتيف لان نزرعها بيفور 4 ويكس انكيبيشن، يعني 4 اسابيع incubation period بتاعي، يعني ما نهزكش النتيجة بتاعتي أو ما نقدرش نطلع النتيجة إلا بعد ما يهل 4 أسابيع، يعني شهر أو شهر ونص باش نقول النتيجة. هذا هو البلاد كالتشر، عينة بالشكل هذا في الجانب اللي عليه صار هذا صلب يابسك في مواد غذائية، وأيضا في الجانب أمامي. إيش ندير؟ ناخذ بسرنجة المريض نسحب منه دم نفس السحب بتاع التحاليل هذا 5 ملي، ونجي ونحقنها وين؟ داخل هذه اللي هي البوتلز هذه اللي عندي. يختلط الدم بالسائل هذه اللي عندي ونحطها في جهاز انكيوبيشن ونحطها لمدة أسبوعين أو شهر أو شهر ونص. إيش يصير هني؟ إذا كان في جروث حيتغير اللون بتاع اللي هو السائل هذا، يجي التربيديتي صح لون أحمر لكن يجي التربيديتي، وتصير جروث في الجانب الصلب تظهر البكتيريا جروث. فندير سب كالتشر ايش معناه؟ ناخذ من هنا وندير عملية زراعة، ندير عملية زراعة. هذا بلاد كالتشر ان تريبتيكيس صويا بروث، هذا اسمه كاستينيدياس ميثود باي فيزيك ميديوم. باي فيزيك معناها يعني ثنائي، ايش ثنائي؟ معناها في سائل وفي جزء صلب. اوكي هذا هو مقصود به. ايضا عندي اللي هو عندي يعني هي سيرولوجي تيست، نجي ناخذ اللي هو عينه بلاد عشان نكشف اللي هو الانتي بادي اللي يظهر في البيشنت. اوكي عندنا اي هو اختبار بتاع بروسيلا اجلوتينيشن تيست، هو عباره عن
يعني انا نبي كم تفهمه بس ناخذوه في العمل. لكن انا يعني تفهموا ان بروسيلا جلوتينيشن تيست عباره عن تخفيفات مجموعات، يعني نجيب انابيب وندير تخفيفات من الانتي بوديز نحطها ونبي نخفف فيها. التخفيف هذا هي عشان ندير نشوف ما بين الانتي بادي والانتيجين. انا ايش يصير بوزيتيف في فيرست فيو ديليوشن، يعني اول تخفيفات يكون بوزيتيف بيكوز ان ايكوال، يعني راشيو يعني الكميه ما بين الانتيجين والانتي بادي تكون مس اجلوتينيشن تسموا فيها البروزون فينومينون. لان بكم تفهموا ان البكتيريا فيها ظاهره في اختبار البروتيلا اجلوتينيشن اسمه بروزون فينومينون. ان شاء الله هنشرحوه في العمل نعرفوا الكلام هذا. انا مش مطالبين بيها بس تعرفوا ان البكتيريا تدير في حاجه اسمها بروزون فينومينون. higher or high or rising antibody titer to Brucella antigen is positive indicator of infection. معناها ان ظهور الانتيبادي بكميه كبيره جدا معناها في اصابه للبكتيريا. ELISA طبعا جهاز حكينا عليه اللي هو detection IgG IgM. IgG اللي هي اصابه سابقه، IgM اصابه حديثه، يعني حد قال لي نوع الاصابه اللي عندي هل انا مصاب قديم ولا مصاب جديد. IgA اللي هو يعني اي اصابه في secretion تظهر عن طريق IgA. PCR طبعا نفس ما قلنا يشخص اي شيء ولكن دائما يكون غير متوفر. التريتمنت انا عندي يجب ان يكون prolonged. ليش يطول؟ لان الاصابه تكون مزمنه كرونيستي. اوكي الديزيز متاعي دائما يكون بكتيريا انتراسيلولار، صعبه انك تعالج شخص فيه بكتيريا او اي مكان يعيش في الانتراسيلولار او حاجه كرونيك، ما تقدرش بين يوم وليله تعالج هذا الشخص، ضروري ياخذ فتره طويله ممكن ياخذ سنوات من العلاج، لذلك هذا المرض يكون فيه مشكلة كبيرة جدا. التريتمنت أنا عندي هو عبارة عن كومبين برولونج تريتمنت، يعني ناخذ مجموعة من الأنتيبيوتيك مع بعض كورس ريف أم بي سي 690 ملي جرام، تيتراسايكلينز 200 ملي جرام ديلي فور 6 ويك ويك 7 اي كورس ريكومندد باي دبليو اتش او هي منظمة الصحة العالمية. تيتراسايكلين مع ريف أم بي سي ممكن يضيفوا أدوية أخرى معاه، لأن دائما الأمراض المزمنة أو الانتراسيلولار مشكلة تطول فترة طويلة جدا. البروفيلاكسيس عندي أو البريفنشن بتاعي ندير فاكسينيشن لايف اتينويتد فاكسين، أنا ياخذوا يعني لايف اتينويت يعني مضاعف بكتيريا ناخذها لعملية تضعيف ونحطنا وين؟ يوزد للقتل مش للهيومان. أنا لا يوجد فاكسين افيلبل فور هيومان للقتل الأبقار. نجي ندير تطعيمات، انا دور مهم للاطباء البيطريين يجوا ويكشفوا على هذه اللي هن الاغنام والابقار والحاجات هذين كلن يعطوا فيهن ادويه ويعطوا فيهن اللي هن تطعيمات مهم جدا. فلذلك دور البيطري مهم جدا. انا فانا في فاكسين استخدم للكاتل نجي نطعم الابقار اللي عندي عشان ما عادش في انفكشن تجي وتسبب لي مشاكل في اللي هو الاريا او المناطق اللي عندي. ايضا عندي بيو كنترول عن طريق ميك سبلاي باي باستريزيشن ويتش كيل اورجانيزم، يعني عن طريق عمليات الباسترة اللي يقصد بيه التعقيم تسخين الاشياء هذين كلهن. يجب انك الحليب تسخن كويس، يجب ان اللحم يطيب كويس، دائما الاشياء هذيني عشان نحمي نفسي من هذه البكتيريا. نجو هاني ياهي لنوع أخير من البكتيريا اسمه بورديتيلا. بورديتيلا بيرتاسيس is the most important member of genus بورتاتيلا. بورتاتيلا بيرتاسيس اللي هي نوع من أنواع البكتيريا يسبب لي مرض اسمه هي كوسيس ويبين كاف السعال الديكي، أكيد نسمعوا بيه هو السعال الديكي، او نحن كما نعرفه متداول نقول عليه مرض الشحارة، يعرفوه اللي هو العرب الاول وعزيزنا وناسنا الان تو يقول لك الشحارة اللي هو نسبة للصوت اللي يطلع او يسموه فيه السعال الديكي، يعني السعلة متاعتك الكحة متاعتك وكأنها صوت تشبيه
بي اللي هي صوت الديك لما يقوم بعملية اللي هي صوت امتعاع. أنا الإصابة تكون دائما في children، في الأطفال. Okay. causes whooping cough وين؟ في الأطفال. الإصابة بتاعتي mainly في الأطفال، يعني نادرا ما تكون في الكبار. أيضا عندي أنا البورتيدلا بارابرتاسس سبب لي similar disease، يعني نفس الديزيز سبب أيضا، لكن أكثر شيوعا بورتيدلا بارتاسس. Okay. أنا المورفولوجي بتاعي جرام نيجاتيف وباسيلاي. Okay. عندي أنا ياي كابسوليتد ونن سبورينج ونن موتايل، هذه الصفات بتاعت هذه البكتيريا. ايضا الكالتشر كاركترز كونستريكت ايروبيك هوائيه. عندنا يعني هي ثلاث انواع من البكتيريا اللي خذينا يعني اليوم، واحده فاكولتيتيف انيروبيك واثنين عندي ايروبيك. الاخيره هذه ستريكت ايروبيك، ستريكت معناها لا تعيش الا في وجود الاكسجين. اوكي، عندنا الاوبتيمال تمبريتشر 35 36 grow على الكومبلكس الريتشد ميديا. كومبلكس الريتشد ميديا تبي مواد خاصة بيجتمعوا عليها هذه البكتيريا، تشاركل بلات اكار. وعندي بورتد جينك ميديا حط لها بطاطو وبلاد وجلايسرول اكار، هذه المواد غذائية عشان تنمو عليها هذه البكتيريا. الجروث يحدث عندي انا من 3 لـ 7 ايام، يعني لما ندير نمو نرجع من 3 ايام الى اسبوع نشوف في الكولونيزي. الكولوني بتاعتي لنا جرايش وايت شايني كونفيك سيرفيس ميركوري دروب ابيرنس. ميركوري دروب معناها شكل كشكل اللي هو الزئبق، نقاط الزئبق الشكل بتاعها لما ندير نمو او جروث شكل كشكل اللي هو الزئبق، اهلنا نقاط الزئبق لما نجي نزرعها تظهر شكل الزئبق، يعني شايف الزئبق يعني نفس اللون هذا ياهي بالضبط. الفيرولانس فاكتور نتاعتي ايش هنا؟ الفيرولانس فاكتور فليمنتس هيم اجلوتينين. انا ياي هو عباره عن بروتين يدير لي ميديت اديرنس التصاق في السيليا بتاعت الابيثيريا سيلز تريكيا في البرونكاي، يعني القوه بتاعتها عن طريق هذه من البروتينات الموجوده. هو البروتين فليمنتس هيم اجلوتينين يدير عمليه التصاق في الابيثيريا وين؟ في التريكيا وفي البرونكاي، يعني ياي القصبة الهوائية وفي اللانج يدير عملية التصاق في الشعب الهوائية والقصبة الهوائية. بيرتاسس توكسين بارتلي اللي هو سيل باوند فانكشن بتاعي يكون ادهيجن هيلبنج كولونيزيشن باي بروديوس توكسين اللي هو تريكيال سايتوتوكسين واندوتوكسين، مهم جدا في عملية اللي هي الالتصاق والكولونيزيشن مستعمر، يعني تبدا البكتيريا في مالتيبليكيشن في التكاثر، تبدا تتكاثر وتنقسم هذه البكتيريا وتفرز ايضا التوكسين. عندي هنا ياي ادينيلايد سايكليز يدير انهبت بكتيريسايدال اكشن، يعني اي حاجه تجي تقضي على البكتيريا نفس الفاجوسيتك تفرز عليها ادينيلايد سايكليز يدير لها عمليه ديستراكشن بكتيريسايدال، يعني ضد ماده مضاده البكتيريا الدريل انهبت، اي ماده مضاده للبكتيريا تقضي على البكتيريا عن طريق ادينيلايد سايكليز. فيمبيريا و بيرتاكتين هذين هي ايضا في الالتصاق، دائما الالتصاق هذا مهم جدا لان البكتيريا اذا التصقت وكانت في مكان وتبدا تروحها خلاص تبدا في المالتيبليكيشن وتبدا في عمليه اللي هي انفلميشن والانفكشن بتاعها وتبدا براحتها تفرز في التوكسين، وهنا يبدا مشاكل كبيره جدا. ما عادش تجد مشكلتنا مع البكتيريا، تجد مشكلة بتاعنا مع التوكسين. اوكي، انا الشكل بتاع البورتيديلا بيرتاسيس تشوف الاشكال بتاعها، تشوف البروتينات كيف اللي حكيت لكم عليهم موزعات، هذه هي رسمة توضيحية عشان تعرفوا وتفهموا لان الاشياء اللي حكينا. الباثوجينيسيس تبدا الانفكشن عن طريق خلاص حاجه في اللانج انهيليشن دروبليت عن طريق from early cases. ايش معنى early cases؟ هم الناس مصابين حديثا، واحد مصاب ليش يومين ثلاثة ما زالت البكتيريا موجودة في النوز وفي الدروبلت قاعدة معاك احتك بيك على طول، انت صار لك عملية inhalation او droplet وجاتك الانفكشن، هو حتى هو ما يعرفش انه هو مصاب. after incubation period يعني كم incubation period؟ 2 weeks، يعني اسبوعين، واحد حامل البكتيريا وينشر فيها للاخرين ومازال ما طلعش عليه اي اعراض لمده اسبوعين قاعد. هذا نسموه فيه ايش؟
اور هذا سموه فيه كاتر هول ستيج اوكي ديفلوب ويز مايل كافينج، يعني كحه خفيفه وما تعطيسه حتى، هي يبدا يكح شوي خفيفه ويبدا تعطيس، هذا هي اول طور يسموه فيه كاتر هول ستيج. في هذا الطور تصير عمليه كولونيزيشن، هي بناء المستعمره. اوكي هنا البيشنت نفس ما قلت لكم از هايلي انفكشوس، يعني ينقل في الديزيز للناس الاخرى بشكل كبير جدا، لانه موجود البكتيريا في النوز بتاعه، موجوده في الاورال بتاعه دون ظهور اي اعراض، كحه خفيفه ما تعطيسه، يعني حتى ما تقدرش تفرزها، تعطيسه عاديه وكانه شخص عادي، لكن يبدا عمليه هاي انفكشوس، يعني يعدي في الناس بشكل كبير جدا، او يعني نقصد به طفل يعدي في الاطفال الاخرين. اوكي بعدين هنا نجي اللي هو الطور الثاني اللي هو مهم وصعب جدا، اللي هو سيفير باروكسيزمول كاف، هذا توكسيميك ستيج، هنا الطور اللي يظهر فيه اللي هو توكسين اللي حكينا عليه من بدري، تفرز البكتيريا سيريس هيكن كاف، اللي هو كحه شديده جدا تنتهي بايش؟ بانسبيراتوري، يعني الشخص مش يقدر تنفس مع صوت يدير فيه فوميتينج، بيرجع سيانويسس هي ازرقاء ينزرق الوجه بتاعه، كونفانشن تشنج، وانا يعني يقولوا عليه ويبن كاف، كحه فيها صوت معش يقدر طفل خلاص الصوت بتاعه يكون عالي ومميز جدا، ما تسمعها انت تقول الشخص هذا بيموت، لما يكح كحه واحده ينزرق وجهه ويشيل التشنج، الطفل هذا ياهي يكون حالته صعبة جدا. It lasts for يعني المرض هذا يقعد من أسبوع إلى 4 أسابيع، يعني مدة شهر والشخص في هذه الحالة أو الطفل في هذه الحالة. الكومبليكيشن بتاعي إيش يصير؟ يصير النمونيا، فايتس ميديا، سب كونجكتايفال، سريبرال هيموراج، يعني كل الأشياء مضاعفات، يعني لو المرض ما درنا ليش او وقفناه هيمشي ويدير لي هذه اعراض. بورتاديلا بيرتاسس كومن كوز برولونجد كاف ان ادلت، يعني الكحه بتاعته تكون طويله جدا وتطول لفتره كبيره جدا. لابرا الدياجنوز بتاعي سبيسمن اللي هو نبدا بالنازوفارينجيال سكريشن، هي حاجات سكريشن عن طريق النازو اللي هي obtained باي برينيزل سواب، برينيزل سواب اللي هو نفس تشوف فيه بتاع الكورونا فيروس، الحوت اللي في قطنا لقدام يخشوه عن طريق اللي هو الانف اللي هو النازو فارنجيال، ياخذوا مسحه من جوا، هو هذا هي النازو فارنجيال او برينيزل سوابس، بعدها نبدا ناخذوا ايزوليشن اوف اورجانيزم بوزيتيف ام بوزيتيف، يعني يظهر بوزيتيف في الكاترول ستيج اول نوع اللي نفس ما قلنا، لان البكتيريا موجوده في اورال وفي اللي هو النوز المنطقه هذه هي، فنقدر ناخذ صواب ونقدر نزرعها وتظهر لي بوزيتيف بشكل واضح. ايضا دايركت امينو فلوريسنت يوزد ايدنتيفاي ذا اورجانيزم لما ندير سمير من برينيزر صواب. ايضا سيرولوجي ديتكشن انتي بوديز which start appearance، يعني تظهر 3 weeks after honest symptoms، يعني بعد 3 أسابيع من ظهور الأعراض نقدر ندير اللي هو الإلايزا والأجلوتينيشن، لكن في البداية ما نقدرش نديرها لأنه مش هيظهر، لأنه مازال قاعد في النوز ومازال ما دارش أي أعراض، مازال ما فيش شيء، قاعد في فترة حضانة مش هيطلع لي، يطلع لي وين؟ إذا كان درت نازوفارينجيال سواب اللي هو البرينيزال سواب فقط. أوكي أنا التريتمنت إريثروميسين هو دراج أوف تشويس، أحسن أنتيبيوتكس اللي هو الإريثروميسين. بروفيلاكسس عندي او الحمايه او الوقايه كيف تتم؟ تم عن طريق اللي هو هيت كيلد فاكسين. اوكي يعني جاي دائما البكتيريا يجوا ويديروا منها او بكتيريا او الفيروسز دائما يجوا ياخذوا منها اللي هو البروتينات اللي فيها او الكابسول اللي فيها او اي شيء فيها ياخذوه ويديروا منها الفاكسين نفسه، اذا او يحولوا الحاجه اللي هي تسبب لنا سميه او كذا ونحموها في جسمنا. هذه التقنيات ان شاء الله تعاد الفاكسينيشن خصوصا في الامينولوجي. انا عندي الهيت كولد فاكسين بريبيرد فروم كابسول سترينز، يعني السترين اللي عندنا كابسول
نديرو منن، ناخذو منن البروتينات ونديرو منن هذا اللقاح. نظن للأطفال في فيرست اير اوف لايف، اوكي، يعني اول سنه من العمر نتاعها، كومبينيشن مع من؟ مع الدفتيريا والتيتانوس. انا اكتملت الحلقه اللي عندي، دي بي تي، فاكسين دي بي تي من اهم الفاكسينات، دائما موضوع سؤال سواء في الاورال سواء في البيبر اللي بنجيب فيه، لان من اهم الاشياء اللي عندنا موجوداتنا حاليا اللي هو دفيريا بيرتاسس اللي هي بورتاديلا بيرتاسس تيتانوس، يعني ثلاثه تطعيمات مهمات جدا مع تطعيم اخر اللي هو من بدري خذيناه في البدايه انه يضاف لهذين اللي هو هيموفيلاس انفلونزا تايب بي، حتى هو مع هذين اربع انواع يعني الفاكسينات، يعني الحمد لله يعني ربنا كرمنا واعطانا اللي هو هذه التطعيمات. تخيل انت تعاني في يعني الاطفال اللي يجوا عدد الموت وراء عدد الامراض بشكل رهيب جدا، لكن الفاكسين لهم دور كبير جدا في عمليه الوقايه. ايضا السيلولار فاكسين، السيلولار فاكسين يعني هي يتكون من 5 انتيجين. ايش هن 5 انتيجين؟ اللي خذيناهم في البدايه من الفامبيريا والبيرتاسيس توكسين والبيرتاكتين والتو تايبس فامبيريا، ناخذوهم كلهم ونحوج من المواد اللي لنا اللي سبب انفكشن الانسان عن طريق مصانع خاصه ويديروه كلقاح. يعطى للاطفال مع اللي هو الدفتيريا والتيتانوس توكسويد نفس القصه. حرف الاي هذا اسيلولار، يعني لما تلقى حرف الاي اسيلولار برتاسيس، يعني مقصود به نوع سيلولار فاكسين، نفس الوظيفه الاثنين. دائما عند شهرين 4 شهور 6 شهور بوسترز، يعني جرعه منشطه 15 او 18 مانس بعد، يعني سنه ونص سنتين، يعني ما فيش مشكله جرعه منشطه مش محدده يعني بشيء. عند 4 و6 سنوات راه اللي يجوا في المدارس يقدروا يبرموا يعطوا فيه جرعات منشطة أيضا، أو حد مش واخد تطعيم أطفال من كذا يطعموه بهذه التطعيمات. التطعيمات دور مهم جدا في الوقاية.